اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك ربنا لا يكشف الضراء إلا أنت. اللهم اكشف ضراءنا. اللهم اكشف ضراءنا. اللهم اكشف ضراءنا واكشف ضراء المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم إنا نتوسل إليك بصيام الصائمين وقيام القائمين وذكر الذاكرين وعمل العاملين وصبر الصابرين وإخبات المخبتين ودعاء الداعين وإيقان المقنين وصدق الصديقين. نسألك ربنا أن تكشف الضراء عنا وعن جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم اكشف عنا الأوباء والأوجاع والأوصاب والأمراض الظاهرة والباطنة، واكشف عنا المحن ما ظهر منها وما بطن. إنك ربنا على كل شيء قدير، وإنك بالإجابة جدير. نعم المولى ونعم النصير. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، الواحد الأحد الفرد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نسألك ربنا أن لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا أصلحته، ولا غما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا عافيته، ولا هما إلا كشفته، ولا غائبا إلا حفظته ورددته، ولا ضالا إلا هديته، ولا عدوا إلا كفيته، ولا دعاء إلا استجبته، ولا رجاء إلا حققته، ولا بلاء إلا كشفته، ولا سائلا إلا أعطيته، ولا محروما إلا رزقته، ولا جاهلا إلا علمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا صلاح ومنفعة إلا يسرتها لنا وآتيتنا إياها في يسر منك وعافية. إنك ربنا على كل شيء قدير. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.